السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو. أهلا وسهلا بكم. أحد أصدقائنا يسألنا عن طريقة إظهار وإخفاء شيء معين في التايم لاين. طبعا إحنا هذه القضية شرحناها يعني كل ما بالأمر. الآن نفتح مثلا نريد نسوي لنا كرة، هذه هي الكرة عملناها، هذه سفير سوينا لنا، هذه السفير نريدها تمشي منا إلى هنا. خلينا فقط نضغط هنا وإلى هذا المكان، تصعد تسوي شو باث، لاحظ الباث مالتها صعدت، ونجي لهذا المكان ننزلها لأسفل، ننزلها لأسفل، لاحظ. طبعا الباث ليش ما اجى؟ لان احنا اساسا ما مخلين البيفولت مالتها بالوسط، هذا المركز، لاحظ هذا المركز هو البيفولت. نجي نعيد هالقضية، لاحظ اختار هذا، اختاريتها، اجي الى رقم اي رقم كان 48 لو فرضا، لاحظ ان اجى الباث وياها، واجي الى رقم 96 انزلها هنا لو فرضا، واجي الى هذا الرقم وصعدها، واجي الى هذا الرقم انزلها. لاحظ ان الكرة طبعا الحركة مو صحيحة، اذا تلاحظها حركة مو صحيحة لانها جدا بطيئة وكي فريم. اذا اريد اقرب منهن اثبت كلن اشرن واسحب، اسحب بهذه الطريقة اولت، اضغط على اولت واسحب. كل ما قصرت المسافة بين الكي فريم زادت السرعة، وكل ما كبرت تقل السرعة، تصير بطيئة. طبعا هسه احنا جايين نسرع، لاحظ احنا بهذا المكان، هذا المكان لما نزلت اريد اخفيها، انا هذه الكرة اريد اخفيها واطلعها لما تصعد للاعلى. هنا لما تصعد للاعلى هنا اريد اخفيها. شلون؟ مثلا اول شيء عليك اذا كان هذا اللاير، اضغط على السيتنج اللاير دبل كليك عليه، لاحظ دبل كليك راح يطلع لي هذه النافذة. اول مرة اقول له allow animated layer effect، اضغطها يعني اخلي الانيميتد مالتها مفعلة بحيث اقدر اشتغل عليها هنا، لان هو عادة البرنامج يشتغل على الصفر، احنا نشتغل على الوسط. اثنين هذه عندي الفيزيبل، اذا ارفعها، اذا تلاحظ اذا ارفعها بلاي، لاحظ راحت وصار التايم لاين احمر، صار التايم لاين احمر. اضغط الفيزيبل اظهرها، اجي الى هذا المكان، هذا المكان اللي اريد، هذا المكان قبل بكي فريم واحد، اقول له فيزيبل واقول له بلاي، لاحظ صار هنا احمر، لاحظ هنا اظهار صار هنا احمر. اجي بعده لو فرضا في هذا المكان، في هذا المكان اضغط أأشر الفيزيبل، اسويها فيزيبل يعني، لاحظ صارت بس هذه المنطقة هي المنطقة اللي اختفت بها الكرة. لاحظ اذا اختفت، لاحظ هي اختفت، يعني اذا اقول كنترول ار، لاحظ ماكو شيء، كنترول ار ماكو شيء. هذه طريقة لاحظ اختفت هذه بهذا المكان. هذه طريقة اختفاء بواسطة الفيزيبل، اظهار واخفاء. لكن انا باستطاعتي ان اسويها بالاوبسيتي، اوبسيتي اخليها صفر واخليها. نجي لو فرضا هذه الكرة نفس الكرة، راح اجي هنا، انا اجيبها هنا بهالمكان، وهنا راح اصعد، عفوا راح اصعدها، وهنا راح انزلها، هنا راح اخفيها بواسطة الاوبوسيتي. الاوبوسيتي يعني الشفافية. لاحظ اجي لهذا المكان،
أجل هذا المكان قبله بفريم واحد هو 100، أخلي هذا 100 أسويه صفر، لاحظ، وأقول له أبلاي، صار صفر، صار صفر، لاحظ، صارت عملية إخفاء عندي، لاحظ. لكن الإخفاء صار تدريجي، إذا تلاحظها إنها إجت من رقم 100، لاحظ 44 صار هنا، إلى أن يوصل إلى 16، لاحظ هاي الأرقام، إلى أن يوصل إلى 0، 2 0. أنا شو أسوي؟ أنا أجي هنا في هذا المكان اللي هو 39 مكتوب، لا هذه أخليها 100%، خليها 100، هذه أسويها 100، لاحظ هذه سويتها 100، لا أدوز انتر، طبعا صارت 100، لاحظ هسه إذا صارت 55، صار إخفاء تدريجي، أيضا إخفاء تدريجي. أجي قبلها بكي فريم واحد، بكي فريم واحد هذا لحظة أخليه 100، كي فريم واحد أخليه 100، أسوى لاحظ 5 أسوي 100، أقول له 100 وأقول له أبلاي، لاحظ أنه لاحظ اختفت. أجي لهذا المكان، لهذا المكان أريد أظهرها مرة ثانية، هذه الصفر أسويها 100، بس صارت عندنا مشكلة أخرى، إن هذا صار فقط هنا، شو أسوي بكي فريم واحد هنا قبلها بكي فريم أسويها صفر وأقول له أبلاي، لاحظ هي هذه الطريقة، لاحظ اختفت طلعت وأجيبها هنا، لاحظها اختفت، ما أريد أشر عليها، راح ألغي التأشير كله، أفتح لها جديد هي شكل السيدة، تشوف الشو باث، ما أريد أطلع الباث، لاحظ الاختفاء، تختفي وترجع، تختفي وترجع. هي هاي طريقة الاختفاء في برنامج، يعني إذا تريد تخفي لك شيء، هذه الاختفاء العادي. لكن احنا عندنا طريقة اللي هي طريقة الماسك، مثلا شخص جاي يمشي أو كرة جاي تمشي، هذه الكرة نفسها جاي تمشي، أنا عندي لاير آخر، هذا اللاير احنا نسوي visible هذا اللاير، مثلا احنا عندنا جدار، لو فرضا عندنا حائط، هنا عندنا حائط سفير، عندنا هذا حائط، واريد هذه الكرة، يعني هذه لان اللاير خلفه راح تختفي، لكن انا عندي مثلا عندي صورة معينة واريد شخص يدخل بالباب، يدخل من خلال باب او من خلال، فهذه بطريقة الماسك. تابعوا فيديو شلون نعمل الماسك، واللي عنده سؤال خلي يسألنا. احنا طبعا فتحنا مجموعة سميناها كارتون شو، يعني نتمنى ان تشتركون بها بهذه بالكارتون شو، هذا المجموعة. ايضا اذا تريد تشترك في موقعنا الالكتروني، هذا هو موقعنا الالكتروني. وشكرا للاصدقاء اللي اشتركوا في مجموعتنا الجديدة كارتون شو. بالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.